في موضوع اخر مشاهدينا الاعزاء، تفقد محافظ القاهره اللواء خالد عبد العال مستشفى السلام للاطمئنان على حاله المصابين الناجين من حادث انهيار عقار بحي السلام بالقاهره. وقرر المحافظ تشكيل لجنه هندسيه لفحص العقارات المجاوره وبيان مدى تاثرها. وكانت غرفه العمليات المركزيه بمحافظه القاهره قد تلقت بلاغا فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وارضي وتسعه طوابق متكرره بشارع الثلاجه تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطه مترو عمر بن الخطاب بحي السلام واحد. إذن مشاهدينا الأعزاء، زميلي إبراهيم عزت مراسلنا ينضم إلينا من محيط الحادث. أهلا بك إبراهيم، كيف الصورة لديك؟ شكرا جزيلا لك همام. نحن نتحدث إلى حضراتكم بالفعل كما ذكرت من محيط العقار المنهار هنا في حي السلام أول في إحدى المناطق المكتظة بالسكان وبها كتلة سكانية كبيرة. وبحلول الثالثة من صباح اليوم تلقت يعني الأجهزة الأمنية بلاغ بانهيار هذا العقار، وعلى الفور كان هناك استجابة سريعة وحضور للأجهزة التنفيذية والأمنية. جاء إلى هنا السيد مدير الأمن وكذلك السيد محافظ القاهرة لتفقد الحادث في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وبعد ذلك تحرك على المستشفى السلام التي أيضا فتحت أبوابها للمصابين. الصورة بصورة عامة في هذه يعني اللحظات تحديدا بنتحدث همام، وما زال يعني العمل مستمر هنا في موقع الحادث لإنقاذ الجثامين المتواجدة في موقع العقار، وما زال البحث مستمر من قبل الحماية المدنية. أما إذا تحدثنا أيضا عن العقار وطبيعة هذا العقار الذي شهد الانهيار صباح هذا اليوم، فسنجد هذا العقار الذي كان يحوي بدروم وأيضا أحد الأدوار وكان به مصنع للملابس، ومالك هذا العقار قام خلال الثلاث السنوات الماضية بزيادة الأدوار 9 أدوار عما كان عليه في الماضي، وكل هذا طبقا لروايات يعني ملاك إحدى الشقق المتواجدين في محيط هذا العقار. وخلال الفترة الماضية أيضا بل الأيام القليلة الماضية قام صاحب المصنع بتوسعة المصنع في الدور السفلي لهذا العقار عن طريق إزالة أحد الأعمدة الهامة لهذا العقار، ما تسبب بعد ذلك لاحقا في انهيار العقار وانهيار يعني الوحدات بصورة يعني إجمالية. فسنجد الوضع الأمني بيسير بصورة طبيعية في هذه الأثناء، وقوات الأمن المتواجدة هنا أيضا في محيط هذه المنطقة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، والآن الكلمة مرة أخرى إلى زميلي همام فلسطين. إليك همام. إبراهيم عزت مراسلنا من موقع حادث انهيار العقار بحي السلام بالقاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. وبالزميل إبراهيم مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام ونهاية هذه الجولة الأخبارية. من الآن